نزر نزر انضموا إلينا من السابع حتى التاسع من أغسطس آب الجاري، حيث سنقدم لكم بثاً خاصاً لخطب سيدنا أمير المؤمنين خليفة المسيح الخامس أيده الله تعالى بنصره العزيز في الجلسة السنوية العالمية التي عقدت في الأعوام السابقة، وكذلك خطب حضرته حول العالم. كما سنبث بمشيئة الله تعالى برامج خاصة مباشرة ولقاءات من جميع أنحاء العالم ستعقد مع ضيوف مميزين، وكذلك أبرز اللقاءات التي أجريت في الاستوديو وأفلاماً وثائقية. لا تفوتكم مشاهدة هذا البث المباشر الخاص بدءاً من يوم الجمعة السابع من أغسطس آب.